اهلا بحضراتكم في هذه الجوله الجديده من القاهره الاخباريه، نتناول فيها مستجدات الاوضاع في قطاع غزه بالاضافه الى اخر تطورات وكاله انوروا لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كما نناقش تصريحات الحكومه الاسرائيليه بشان الحرب على قطاع غزه. اهلا بكم. قالت المتحدثة باسم منظمة أوكسفام هديل القزاز أن الوضع الإنساني في قطاع غزة أكثر من كارثي، حيث أن 1,700,000 شخص يعيشون في خيام جنوبي القطاع. وأفادت القزاز في حوار خاص للقاهرة الإخبارية بأن عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع يصعب عمل كل المؤسسات الإنسانية. الوضع الإنساني في غاية الصعوبة وأكثر من كارثي، معاناة الناس تتفاقم تحديدا في ظل الأحوال الجوية السيئة. 1,700,000 شخص يعيشون في منطقة رفح وحدها في خيام لا تكاد تقيهم من البرد والمطر، في ظل قلة وشح المواد التي تدخل إلى قطاع غزة وتحديدا المواد الغذائية التي أصبحت نادرة أكثر وأكثر في السوق، شح الأدوية، المياه الصالحة للشرب، وبالتالي يعني حتى مساعدات أوكسفام الدولية هي لا تكاد تكفي لبعض الآلاف من الناس. عندما تتحدث عن جهود ضخمة من مؤسستنا تكاد تصل إلى 5,000 أو 6,000 شخص، هذه قطرة في بحر من الاحتياجات، وبالتالي لا يمكن أن تكفي تحديدا في ظل تواصل الحرب والقصف المتواصل وعدم وقف الحرب حتى الآن. هذا يصعب من عملنا ويصعب من إمكانية عمل أي مؤسسة إنسانية، ليس فقط مؤسسة أوكسفام. هذا وأشارت متحدثة المنظمة أن 1,200,000 شخص في قطاع غزة يعانون مجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، كما أكدت القزاز على أن توقف عمل أونروا في غزة سيكون كارثة كبيرة تطول القطاع. يعاني 2,200,000 من سكان قطاع غزة من المجاعة، وتحذر كل المؤسسات الأممية من المجاعة ومن الموت ومن يعني الكارثة الغير مسبوقة. لا يعقل أن يتم إيقاف أهم مؤسسة إنسانية، ليس فقط لدورها وحدها ولكنها لأنها الميسر للمؤسسات الإنسانية الأخرى. فنحن مثلا نعتمد على الأونروا في كثير من الأشياء، من ضمنها مثلا مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى التي تيسر عملها من خلال الأونروا، مثلا UNFPA أو اليونيسف أو World Food Program. كل هذه المؤسسات تعتمد بشكل كبير على الأونروا في تيسير عملها وفي تسهيل الوصول للنازحين في مقراتها. بالتالي يعني أمر لا يمكن توقع الآثار الحالية والطويلة الأمد لتوقف الأونروا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضباطا كبار في جيش الاحتلال قدموا توصية لرئيس الأركان بوقف حملة تشويه أونروا في الوقت الحالي على الأقل، وأكدت أن توصية الضباط
أشارت إلى أن التسريبات الإسرائيلية بشأن أونروا لم تكن منظمة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الضباط يخشون من أن تأتي عملية تشويه أونروا قبل إيجاد بديل لها بنتائج سلبية في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل والنقاش تنضم إلينا من القدس المحتلة السيدة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلية الفلسطينية. سيدة رتيبة أهلا بك في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية. لعلك تابعت تصريحات عدد من الضباط أو وصفوا بالضباط الكبار داخل الجيش الإسرائيلي، وربما قدموا توصية لرئيس الأركان فيما يتعلق بإنهاء ما يتعلق بالهجوم على منظمة الأونروا في قطاع غزة. كيف أو في أي سياق يمكن أن نقرأ هذه التسريبات الصادرة على لسان وسائل الإعلام العبرية؟ أولا أن هنالك حقيقة ثابتة بأن إيقاف عمليات الأونروا الآن في قطاع غزة يعني إبادة جماعية لواحد ونصف مليون نازح يفتقدون إلى البيوت وبحاجة ماسة إلى تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء بشكل أساسي، وباعتبار أن وكالة الأونروا هي الذراع الأساسية القادرة على تقديم هذه الإغاثات أو حتى إدارة المواد الإغاثية والمساعدات الإغاثية القادمة من المؤسسات الدولية الأخرى أو من الجهات الدولية الأخرى، فإن يعني محاولة إيقاف عمل الوكالة وتشويه سمعتها في الوقت الحالي سيضع 1.5 مليون فلسطيني في خطر الإبادة والموت من الجوع والأمراض المستشرية. هذه الحقيقة أو هذه المعلومة أثارت الكثير من الردود في العالم الغربي وعلى مستوى مؤسسات الأمم المتحدة التي اعتبرتها تجاهلا آخر لإسرائيل في موضوع منع الإبادة الجماعية وقرار محكمة العدل الدولية من جهة، ومن جهة أخرى المقترحات التي تقدم بها أيضا مجموعة من القادة الإسرائيليين إلى الإدارة الأمريكية التي تتحدث عن إدارة الجيش الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بدت وكأنها ستحمل الجيش الإسرائيلي مرة أخرى المسؤولية عن ما يحدث لهؤلاء، ولا يمكن التراجع أو التنصل من المسؤولية الإنسانية عن اللاجئين الفلسطينيين في مراكز اللجوء الفلسطينية في حال أن أصبح هنالك لا وجود للأونروا وأصبح جيش الاحتلال مسؤول عن توفير هذه المساعدات بشكل فعلي وحقيقي في قطاع غزة، وهذه ما تعتبر يعني مهمة مستحيلة بالنسبة للجيش الإسرائيلي. وبالتالي توصية كبار الضباط الإسرائيليين بوقف التحريض على الأونروا وبخاصة أن هذا التحريض غير مثبت وغير يعني ولا يوجد له أسس واضحة حتى هذه اللحظة سيضع الجيش أمام مسؤولية جديدة هم ليسوا قادرين على تنفيذها، وسيحمل دولة إسرائيل أعباء جديدة، ولن يكون هنالك سكوتا دوليا عن هذه الانتهاكات وعن هذه الإعاقة لوصول المساعدات الإنسانية خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولي. ننظر إلى المواقف الأوروبية، مثلا بلجيكا على سبيل المثال وغيرها من الدول اعتبرت أن حتى وقف التمويل للأونروا هو مشاركة، أو طلبت من الدول إعادة النظر في وقف التمويل للأونروا، لأنه لربما وقف التمويل للأونروا في هذه اللحظة سيعتبر مشاركة في تنفيذ المخططات الإسرائيلية ومشاركة ومساهمة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. أيضا مثل هذه التصريحات تأخذها الحكومة الإسرائيلية بعين الاعتبار والجدية، باعتبار أنها ستحمل هذه الدول التورط أيضا في هذه المجازر وفي هذه المجاعة الإنسانية والمأساة الإنسانية في قطاع غزة. ولا أعتبر طبعا أن هذه التصريحات هي من باب الدعوة إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وإنما هي أيضا تأخذ في خطوات قانونية وتأخذ في خطوات يعني مصلحتها في صورة إسرائيل أمام دول العالم، وإبعاد مزيد من التورط الإسرائيلي العلني في يعني وتثبيت اتهامها في الإبادة الجماعية في قطاع غزة. طيب. مع عقد النية المسبقة لذلك. إذا وضعنا هذه التسريبات مع تسريبات أخرى تفيد بأن هناك ضباط ربما كبار أيضا في الجيش الإسرائيلي يدعون إلى وقف إطلاق النار، على الأقل الحصول على هدنة في قطاع غزة من أجل ترتيب الأوضاع العسكرية والاستخباراتية وما إلى ذلك،
ما مساحة بالنظر إلى هذه التصريحات والتسريبات، ما مساحة الخلاف داخل الجيش الإسرائيلي أو حتى الخلاف بين الشق العسكري والشق السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية؟ يعني رئيس المعارضة الإسرائيلي كان له تصريح واضح يقول لماذا نضع أنه إما تحرير الأسرى وإما النصر، يعني بمعنى أنه تحرير الأسرى الإسرائيليين والذي أصبح واضحا وجليا بأنه لن يكون إلا من خلال صفقة التبادل هو ليس رديف للفشل ولا يمكن اعتباره رديف للفشل، وبالتالي ممكن الدخول في تفاوض لإطلاق سراح الأسرى مع هدنة طويلة جدا دون اعتبار ذلك إخفاقا حسب المعايير التي يحاول الجيش الإسرائيلي اليوم إقناع السكان والمواطنين الإسرائيليين بأن هنالك معايير لاعتبار ما حدث في قطاع غزة هو نصف وليس هزيمة، وبالتالي إعادة ضبط هذه المعايير، فاعتبر أحد هذه المعايير هو إطلاق سراح الجنود المحتجزين عبر صفقة التبادل. وقد رأينا خلال الأسابيع والأيام الماضية الكثير من المظاهرات في إسرائيل التي تحمل شعار الكل مقابل الكل أو الضغط على الحكومة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى باعتبار أنه لا يوجد يعني سبيل آخر حتى هذه اللحظة بعد مرور أكثر من 120 يوم لتحرير الأسرى الإسرائيليين في يد المقاومة دون التفاوض مع المقاومة ودون صفقة لإتمامها لإخراج هؤلاء المحتجزين من قطاع غزة. وبالتالي الحديث هو عن هدن طويلة وعدم ربط مسألة الإفراج عن الأسرى أو صفقة التبادل في الأسرى مع صورة النصر التي تبحث عنها إسرائيل والتي تلتزم بعنجهيتها بعدم وقف هذه الحرب للبحث عن هذه الصورة. طيب بعد 120 يوما، بعد أكثر من 4 أشهر عن 7 أكتوبر، عن بداية هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما الذي حققته إسرائيل سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري في قطاع غزة؟ يعني بوجهة نظري الخاصة هي حققت 4 أكبر فشل، أكبر يعني محطات فشل في تاريخ دولة إسرائيل حتى اللحظة، أثبتت فشلها الاستخباراتي، فشلها العسكري والتخطيط للعمليات العسكرية، فشلها الإعلامي وفشلها السياسي، لأن العديد من الدول أصبحت تعيد حساباتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، فشلها الإعلامي في اتهام نفسها بنفسها والتهور في التصريحات الإعلامية لمسؤولينها وعدم قدرتها على حتى فرض صورة جديدة مخالفة للواقع كما يحدث عادة في الإعلام أو في الحركة الصهيونية التي تسيطر على الإعلام العالمي. وبالتالي أنا لا أرى أي نوع من أنواع النصر، أنا أرى إخفاقات على المستوى السياسي بشكل كبير جدا، هي دمرت صورتها في العالم وصورتها في الشرق الأوسط، ارتكبت مجازر لا يمكن العودة عنها أو حتى التملص منها، ولم تستطع تحقيق الهدفين الرئيسيين اللذين اعتمدتهم في بداية الحرب هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وإعادة الأسرى. حتى اللحظة هنالك مقاومة فلسطينية، هنالك يعني حتى في المناطق التي ادعت أنها سيطرت عليها تماما في شمال غزة وحاولت أن تنسحب منها ما زالت هناك أعمال مقاومة، وبالتالي هي لم تفكك المقاومة ولم تنهيها، وأيضا لم تستطع تحرير جندي واحد إسرائيلي دون التفاوض أو صفقة تفاوض. وبالتالي أنا لا أرى أي نصر تحقق أو يمكن تحقيقه، ولكن عن جهية بنيامين نتنياهو رغم كل الخسائر على المستويات البشرية الاقتصادية السياسية الإعلامية لم تمنعه من إيقاف هذه الحرب. شكرا جزيلا سيدة رتيبة النتشة. شكرا جزيلا سيدة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطنية الأهلية الفلسطيني، كنت معي من القدس المحتلة. قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إنه على نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية، وأشار جانتس إلى أن التصريحات غير المسؤولة لبن غفير تضر بالعلاقات الاستراتيجية لإسرائيل وأمنها. هذا وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد أن تصريحات بن غفير تعد هجوما مباشرا على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها. وأشار لابيد إلى أن بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين في حكومته.
هذا وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير قد أعلن تقديم اقتراح ببناء مستوطنات في قطاع غزة وتقديم حوافز مالية للفلسطينيين للمغادرة. وأكد بن جفير العمل على وضع خطط لتشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة الطوعية وبناء مستوطنات في القطاع. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إن نتنياهو على مفترق طرق وعليه اختيار الطريق الذي سيسلكه. للمزيد ينضم إلي من الخليل السيد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. سيد أحمد أهلا بك في هذه الساعة على القاهرة الإخبارية. في أي سياق يمكن أن نضع هذا التنديد الإسرائيلي الداخلي لتصريحات بن جفير؟ بداية هل يعد ذلك مفارقة؟ أسعد الله صباحكم بكل خير. واضح بأن الوزير وهنا لزاما أن نعطيه حقه بالتوصيف الوزير بن كبير والذي يشارك بنيامين نتنياهو بطاولة الوزارة بطاولة الحكومة قد يعني تجاوز كل الحدود الدبلوماسية المتعارف عليها بالعلاقات الدولية وخاصة مع حليفة أو كراعي حصري للكيان الإسرائيلي وهي الولايات المتحدة، إذ بتصريحاته التي حاول من خلالها أن يمسك العصا من النصف بين كبير وقد أخطأ ووقع بسقطة كبيرة جدا، إذ هاجم الرئيس الأمريكي بايدن رأس الهرم وسيد البيت الأبيض اليوم، بينما ذهب لمديح ترامب الرئيس السابق ترامب، وهذه يعني بمعزل عن التفاصيل والسياق الذي جاءت به هي سقطة كبيرة لوزير في حكومة الاحتلال في الوقت الذي تخوض فيه الولايات المتحدة الأمريكية عدة مواجهات على كل الصعد وعلى أكثر من ساحة، إن كان بالعراق أو بسوريا أو بالبحر الأحمر أو كذلك في الأوساط الدولية والدبلوماسية والأمم المتحدة دفاعا عن إسرائيل، لدرجة بأنه سبب حرجا كبيرا هذا التدخل وهذا الدعم للولايات المتحدة. ولكن بن جفير اليوم جاء ليضع الأمور في سياقها الصهيونية التي يحملها بن جفير. الوسط في إسرائيل واضح بأنه مستاء جدا من هذه التصريحات ومن هذه السقطة التي ستسبب أكثر بإحراج لإسرائيل، خاصة وأن إسرائيل على موعد على باستقبال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إضافة طبعا الرئيس الإسرائيلي، وبالتالي عندما يستقبل وهكذا تفهم عندما يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أو وزير خارجية دولة ما بهكذا تصريحات من وزير في الدولة المضيفة فهي خروج عن الدبلوماسية وفيها تحدي بل وازدراء كذلك بالدولة، فكيف إذا كانت الولايات المتحدة؟ يائير لبيد كان الأكثر والأسرع انتقادا لهذه التصريحات، يعني نستطيع القول كذلك أنه هاجم ليس فقط بن كبير وإنما كذلك رئيس الحكومة على اعتبار بأن طاولة مجلس الوزراء تضم بن كبير إضافة إلى بنيامين نتنياهو، الصوت الخجول الذي حقا يمسك العصا من النصف هو جالانت الذي الآن هو عفوا بيني جانتس الذي يمسك العصا من النصب يحاول أن يسجل موقف داخل المعارضة وأن يبقى على مكانته وحضوره داخل الحكومة، وإن كان بالمناسبة الحكومة التي هو جزء منها هي حكومة حرب بمعنى أنها ليست جهة تنفيذية وإنما صلاحيات استشارية بحتة، وبالتالي عندما حاول أو رمز إلى إمكانية انسحابه من الحكومة بما معناه لم يعر أي انتباه على اعتبار بأن الحكومة لن تتفكك بمغادرة بيني جانتس الذي هو ليس جزءا من الحكومة التي حصلت على ثقة الكنيست منذ عام، لكنها ستتفكك إذا غادر بن جفير أليس كذلك؟ بكل تأكيد. أما في حال مغادرة بن جفير أشكرك على هذه الملاحظة المهمة، الذي يمسك الآن بنيامين نتنياهو من نقاط ضعفه ومن خاصرته هو بن جفير إضافة إلى سمودريتش، أما فيما يتعلق في جانتس فقد تحدثنا بما يكفي عنه، وبالتالي الآن لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يخرج ضد بن جفير على اعتبار بأن بن جفير ممكن القول بأنه وبعد استطلاعات الرأي التي أعطته 8 مقاعد قبل أيام نستطيع القول أنه الآن يلعب بملعبه مسجلا عدة أهداف ومستريح إلى حد ما، وطموحه لا يتجاوز 8 مقاعد حتى كذلك 5 مقاعد، وبالتالي هو يهاجم ويعبر عن الأيديولوجيا والفكر الذي يحمله بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة وكذلك بمنتهى الجرأة حتى عندما يتعلق الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة القادمة لبنيامين نتنياهو مع بن جفير
إضافة إلى تصريحات هي الموازنة. يوم الأربعاء سيتم عرض الموازنة على الكنيست، وستخضع لجدالات ونقاشات طويلة وموسعة جدا، وهناك احتمالات في الأوساط الإسرائيلية بأن الموازنة قد لا تحظى بثقة الكنيست وقد لا تمر، وبالتالي سيتم إعادتها، وهذه قنبلة كبيرة ستنفجر بوجه بنيامين نتنياهو. المسبب الرئيس فيها هو الابتزاز الذي مارسه بن كبير وسمودريتش، إضافة طبعا لوزارة الدفاع على بنيامين نتنياهو، وهو لا يستطيع أن يرفض ذلك بالمطلق في ظل تظاهرات ضده، في ظل حالة استياء في العالم، في ظل مقاطعة عندما يثار الإعلام الإسرائيلي بأن الرئيس المصري رفض استقبال مكالمة من نتنياهو، وكذلك في الولايات المتحدة وضعه ليس بأحسن حال. وإذا ما ذهبنا إلى الواجهة الشمالية التي متفجرة وفي هذه الأثناء تشهد قصف من قبل حزب الله، وبالتالي كل المعطيات أمام نتنياهو تشير إلى أنه يعيش في أسوأ ظروفه، على عكس الأيام التي خلت والأيام الأولى للحرب عندما كان شعار العمليات العسكرية وجدوى تحقيق الأهداف المرجوة منها إلى حد ما يعني ينطلي على البعض. الآن أصبح واضح بأن إعادة الأسرى لن يتم إلا من خلال عمليات تفاوض، هدنة يوم أو يومين أو أسبوع غير واردة في حسابات المقاومة ومرفوضة. يعني هذا يعني بأن استمرار بنيامين نتنياهو اللعب على وتر إعادة العمليات العسكرية مرضيا بذلك سمودريتش وبن كبير لم تعد في مكانها، ولم يعد لها مكان من الإعراب في الوسط الحزبي والحكومي في إسرائيل. شكرا جزيلا السيد أحمد شديد، خبير العلاقات الدولية والبحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معي من الخليل، شكرا جزيلا لك. نهاية هذه الجولة، على رأس الساعة نلتقيكم في نشرة إخبارية مفصلة، ابقوا معنا.